السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد أناستاسيا فيكتوروفنا، ممرضة روسية مقيمة بالمغرب. في حلقة جديدة من برنامجكم صحتك في رمضان غادي نتكلموا على كيفية تجنب مشاكل عسر الهضم. تحدث مشاكل عسر الهضم بسبب تغيير النظام الغذائي خلال هذا الشهر الكريم، ولتجنب هذا أحرص على أن تتوفر مائدتك على الأطعمة التالية، من بينها اللبن، يساعد على تحسين البكتيريا الجيدة في المعدة ويعيد توازنها. الشوفان يساعد على عملية الهضم. الفاكهة المجففة غنية بالألياف وتساعد أيضا في عملية الهضم، بالإضافة إلى البطاطس الحلوة والزنجبيل. يكفي إدراج هذه الأطعمة في قائمة الأطعمة المحببة للجسم وتناولها بالاستمرار، لأنها تساعد الجسم في الهضم وتفادي لإرباك ومشاكل عسر الهضم. ولا تنسى أن تتناول الأطعمة بهدوء وروية والاستراحة بين الحين وآخر، وممارسة الرياضة بعد وجبة الإفطار التي تساعد في عملية الهضم وعدم الشعور بالتخمة. في ختام حلقتنا اليوم، هديتي لكم العتاب هدية الأحباب. دمتم سالمين.